أين جاء أساس المشروع؟ وكيف كان الشروع؟ استفهام وإبهام. رافق المسيرة لأعوام، منهم من أيد ودعم ومنهم من عارض وامتنع. نقطة القوة التي تمتد على طول خارطة المحور الشيعي وقفت بوجه الاحتلال، دمرت الأجندات وأحرقت جميع أوراق المؤامرات. شهداء على طريق الحق والأقصى، امتداد ثابت للمنهج وراسخ للعقيدة ومسدد بتأييد ودعم المرجعية الدينية العليا. صورة لبنان اليوم هي ذاتها صورة العراق في الأمس، لكن الفرق في تسمية العدوان فقط. وسواء كان داعش أو الكيان الصهيوني فكلاهما محركات للأمريكان. في الضاحية طفل يستغيث، والده شهيد، رافقت قادة النصر لتحرير الأرض والعرض قبل عقد من الجرائم. وشسع نعله الذي يبحث عنه بين الركام يحمل من العزة والكرامة أكبر وأكثر من رؤوس لبست تيجان الحكم، وهي لا تلقب بغير العبد الذليل. واطمئنوا لن نطيل، هذه المرة نتحدث عن تحقيق النصر الحسيني، طي صفحة كتبنا فيها نهايتكم وأدركنا بأنكم لا شيء، فمزقناها وهي فارغة كحال من يتغنى بقدرات الكيان ولا يدرك عمق الإيمان في صدور المقاومين الممتد من داحي باب خيبر. ولن نلتمس العذر منكم، فتبا لمعاوية وتبا لكم. أهلا بكم. محور حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن مضامين خطاب سماحة السيد السيستاني وما جاء فيه من دعم وإسناد لمحور المقاومة وإغاثة أهالي لبنان. راح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. تحت شعار مضامين بيان المرجعية أقيمت ندوة حوارية بمشاركة مختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية للتأكيد على ضرورة تهيئة الرأي العام لمواجهة الهجمة الصهيونية التي تتعرض لها مناطق جنوب لبنان من خلال فتح جبهة إعلامية مساندة، فضلا عن دعم الشعب اللبناني بكل الوسائل المتاحة. كما عودتنا المرجعية الدينية العليا في المواقف الصعبة والمفصلية من تاريخ الأمة أن تكون حاضرة وواضحة في توجيه بوصلة الأمة لاتخاذ المسار الصحيح. اليوم كان تضامنها مع الشعب اللبناني العزيز ومع المقاومة الإسلامية في لبنان واضح جدا، حيث دعت إلى بذل كل الجهود الممكنة لردع العدوان الصهيوني ووصفته بالعدوان الهمجي والوحشي، ودعوة المؤمنين إلى تقديم كل وسائل الدعم ما يخفف معاناة الأخوة الأعزاء من الشعب اللبناني الشقيق. الموقف العراقي ابتدأ ببيان السيد السيستاني من خلال استنفار كافة الجهود للتضامن الكامل مع لبنان أمام الغطرسة الصهيونية، حيث أكد مواطنون الاستعداد التام لإبداء كل أنواع المساعدة الممكنة على الصعيد الإغاثي والطبي والإنساني. احنا نقدر ونثمن جهود المرجعية ونأيد قراراتها كلها، واحنا قلبا وقالبا مع الشعب اللبناني ومع شعب غزة، ونشجع الناس بالإغاثة لشعب لبنان وشعب غزة باللي يقدرون الاستطاعة يقدرون يدفعون، شريد يدفع بمال بكذا، كلنا احنا وياهم ان شاء الله. اكيد جميع الشعب العراقي وخاصة يعني بالنسبة للعراقيين هم مساهمين دائما بهيش اشياء، والمفروض من جميع الشعوب العربية
تساهم حالها حال الشعب العراقي بدعم أخواننا اللبنانيين والفلسطينيين، وهذا واجب على الأمة العربية وعلينا جميعا. بمواقف إنسانية يواصل العراق دعمه للشعب اللبناني بعدما تعرض له من استهداف على يد الكيان الصهيوني. منح هذه المساعدات جاءت كتعبيرا بسيطا عن تضامن العراق حكومة وشعبا مع أشقائه اللبنانيين. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. أرحب بضيوفي في حصاد اليوم البحث في الشأن الإسلامي سماحة الشيخ حيدر الشمري، حياك الله. كما أرحب برئيس مؤسسة نارامسين للحوار والتنمية الدكتور حيدر البرزنجي، حياك الله. حياكم الله، أهلا ومرحبا. كل التقدير للبحث في الشأن السياسي الدكتور عمر الناصر، حياك الله دكتور عمر. حياكم الله، شكرا جزيلا لكم. أبدأ معك شيخ حيدر، من زاوية دينية وعقائدية ماذا تمثل فتوى أو ما جاء في خطاب سماحة السيد الإمام السيستاني في دعم اللبنانيين ودعم محور المقاومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدة الفاضلة وتحية لضيوفك الكرام وتحية لمتابعي قناتكم. حينما نقرأ خطاب سماحة السيستاني، طبعا هو ليس الخطاب الأول، وإنما السيستاني خاطب الجمهور فيه حينما حدثت أحداث غزة. نعم. والآن السيد كان واضحا في خطابه، أهم لعله أهم ما جاء فيه هو أنه كانت دائما يشار إلى النجف على أنها النجف لا تقبل بالمقاومة وهي رافضة لهذا الخط، خط المقاومة. لا، اليوم سيد السيستاني يعبر بالمقاومين الأبطال وبصراحة يعني يعطي الشرعية في كل هذه الأعمال الجهادية التي يقوم بها المقاومون. أول مرة يعطي الشرعية في فتاوى سابقة، وخاصة فيما يتعلق بداعش وحتى بدعم محور المقاومة عند استشهاد قاتل النصر، كانت هنالك جزئيات تحث على المقاومة، لماذا لا يفهمها الأعداء ويحاولون تأويلها؟ يعني هو دخول السيد السيستاني بهذا الشكل، بحيث أنه يكون كأنه ليس مجرد بيان، وإنما كأنما أشبه بخطوة استباقية أو خطوة أولية في يعني ممكن أن تسبقها فتوى الدفاع الكفائي أو الجهاد الكفائي، وكأنها هي في خط فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها السيستاني. طبعا في كلماته هو كان واضح في بعض الكلمات، هي كلمات الجهاد، في كلمات المقاومة، في كلمات، وكأنه هو يعطي الشرعية لهذه الأعمال أولا، وثانيا هذه حينما يصف هؤلاء بالشهداء معناها أنه هم في طريق أهل البيت سلام الله عليهم، وفي طريق ولاية أهل البيت، وفي طريق الإسلام بالنتيجة. يعني ما معناه هم يعطي لهم الشرعية في أعمالهم، وهم سائرون في خط الله جل وعلا، وهم في نصرة الله تبارك وتعالى. وباختصار، وكأن السيستاني يريد أن يقول ما قاله الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره. يعني أنتم سائرون في الدفاع عن عقيدتكم، أنتم مجاهدون، أنتم مقاومون أبطال، وأنتم بذلك استحقيتم أن تكون شهداء في سبيل الله وتأخذون وسام الشهادة الذي لا يعطى لأي أحد. ممكن نشوف أكو فتوى للجهاد الكفائي للدفاع عن لبنان أو فلسطين؟ يعني أتصور هي الكلمة كانت هي قريبة لهذه، يعني قريبة حينما يعطي الشرعية. ليس كل دائما نطالب المرجعية أن تعطي كل شيء. أحد المراجع كنت يوم من الأيام عرض مثل هكذا سؤال، فأجاب بجواب، قال: يا أخي لا تنتظر الجواب من رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لا تطالب بكل شيء، تريد أنت التفاصيل كلها على المرجع. الله هو الذي يقول، الله يقول: من ينصر الله، الله سوف ينصره. الله سبحانه وتعالى يحدد عليك واجبات، إن أنت تنصر الله ومن يعتدي عليك فعليك أن ترد هذا الاعتداء. هذا بعد فتوى من رب المرجع، مو فتوى من المرجع. وضحت الفكرة دكتور حيدر، أجد ترحيب بحضرتك. قبل لا أسألك عن الوضع في لبنان، شنو وضع الدكتورة ودوامك بالجامعة اليوم؟ تعرف مواقع التواصل الاجتماعي مقلوبة بهذا الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ولضيفيك الكريمين. هجمة كما سبقها هجمات، زين، وطبيعي جدا، يعني بعث لغية على شوية تشارنا على شوية كذا، يبدو أنه هذا الخط أو المنهج ناس ضعفاء لا يمتلكون الحجة والدليل. كيف ممكن شخص يتعين في جامعة بدرجة أستاذ شهادة دكتوراه دون أن تكون هناك صحة الصدور ابتداءً؟
دكتور ليش ما تطلع الشهاده على مواقع التواصل؟ لا اليوم عندي صدر عندي كتاب وخلاص حتى ننهي الموضوع. لا موجود، زملائي يعرفوني وساتتي يعرفوني، وبالنتيجه اليوم صدر لي كتاب شكر وتقدير من الجامعه للجهود اللي ابذلها في الجامعه، مشكور سيد رئيس الجامعه. بصراحه هي لا تستحق الرد، لذلك لماذا؟ لان اولا خبر مرسل، بعض الصفحات بدأت تتداول وتتناول، لا هي منصات واقعية موضوعية حتى تقدر تقاضيها تقدر تتحدث وياها، أغلبه ذباب إلكتروني وما يصدر عن الذباب لا يستحق الرد. أنت ما متوقف عن العمل تداوم بالجامعة؟ خو إذا متوقف عن العمل شلون يصدر سيد رئيس الجامعة اليوم كتاب شكر وتقدير بتاريخ 24؟ هسه رح أرجع لمحور حلقتنا. في الأمس كانت لمؤسسكم ندوة حول دعم لبنان ودعم القضية الفلسطينية، ممكن تحدثني عن نجاحات هذه الندوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبتوا أقدامكم. طلاقا بالشعور بالمسؤولية لنصرة محور الحق محور المقاومة، وامتثالا لبيان المرجعية سيد علي السيستاني الحسيني أعلى الله مقامه، ارتئينا بحقيقة بالمؤسسة أن نعقد ندوة، وكنا من المؤسسات الأولى بعقد هذه الندوة للإضاءة على مضامين ما تحدث به سماحة السيد، أو البيان الذي صدر من مكتب سماحة السيد السيستاني. إذا ضممنا هذا البيان إلى بيان سابق يخص القضية الفلسطينية، هو بمثابة فتوى جهاد. قبل قليل تفضل الشيخ أنه مو يحتاج إلى فتوى، بل هي فتوى. كيف؟ قال يجب إنهاء أو اقتلاع وجود الكيان الصهيوني. الاقتلاع كيف يكون؟ ثم قال كل ما تستطيعون بكل شيء. هذه الكل تفيد الاستغراق، يعني تفيد العموم، مو فقط مساعدات غذاء ودواء، لا كل شيء، كل ما تتمكن، يعني إغاثة مقاومة. رح أرجع لك لتفصيل هذه الجزئية، لكن الآن أرحب بالدكتور عمر، حياك الله من جديد. دكتور الله. لماذا نرى البعض مهتم جدا بالقضية اللبنانية والفلسطينية والبعض الآخر ربما غافل أو يعني ملاحظات خجولة حول هذا الموضوع؟ ليش هذا الانقسام بين المسلمين من وجهة نظرك؟ الأسباب السياسية لو أسباب دينية لو شنو الموضوع؟ شكرا جزيلا لجنابكم الكريم ولضيوفك الأكارم. يعني بالطبع لابد من أن نرى مثل هكذا مواقف بين الحين والآخر، وفي كل القضايا سواء كانت في القضايا المحلية أو القضايا الإقليمية التي تمس الوحدة الإسلامية بعنوانها الرئيسي وليس بعنوانها الفرعي. الكثير من الجهات التي لديها أجندات تحاول أن تقسم وتقسم المقسم وتذهب إلى انشطار حقيقي لتلك الجهات الداخلية الداعمة للقضايا العربية المصيرية، سيما بأن العراق كان في أزمان سابقة يتصدر النفوذ العربي والإقليمي، وكان له دور من المساعدات ومساندة الشعوب المضطهدة، وسواء كانت هذه الشعوب هي تمر بأزمات اقتصادية أو أزمات تحررية. على سبيل المثال كان له دور من أزمة الجزائر ودعمها ب 250 مليون فرنك فرنسي لدعم حرب التحرير الجزائرية، وتبرع بالجامعة العربية ب 250 ألف دولار في ذلك الوقت، وبالإضافة إلى دعم الصومال ودعم السودان في موضوع الفيضانات، واليوم آخرها هي دعم لبنان. هذا أمر طبيعي بالنسبة للعراق، لكن الأمر الغير طبيعي الذي باعتقادي هو ينبغي أن نكون على هبة الاستعداد فيه، هو أن يكون الأخوان الذين هم، وأقصد بهم الأخوة في داخل البيت العراقي، مقسمين باتجاه دعم القضايا العربية المحورية أو عدم دعمها. تلك هي التي يبحث عليها الكيان الصهيوني بصراحة. هنا النقطة اللي أريد أوصل لها، دائما ما تعصب القضية الفلسطينية ومحور المقاومة المكون الشيعي، المكون السني وين من هذه القضية؟ وين من هذه المعادلة؟ يعني هو لا، الموضوع هو يتعلق ليس فقط بموضوع المحور الشيعي أو المحور السني. أنا تكلمت لك إذا ذهبت اليوم، ذهب محور المقاومة أو الفصائل الإسلامية لتبني مثل هذا الخيار،
فهذا يعني بأنه هو نيابة عن الأمة العربية والإسلامية في وقت هو يوجد هنالك تخاذل وجحود من قبل بعض الدول العربية التي لم نسمع لها أي صوت بأزمة لبنان أو أزمة غزة. هذا أمر مخزي ومعيب حقيقة. لا لذلك اللي قلت لجنابكم الكريم، اللي قصدت بسؤالي دكتور عمر، اللي قصدت هسه المساعدات أغلبها تنطلق من المناطق الشيعية، الخطابات والفتاوى من المراجع الدينية الشيعية. يعني أنا أسأل لماذا البيانات السنية خجولة حتى هذه اللحظة؟ المسلمين إخوانكم، هسه بشرع الله المسلمين إخوانكم، لماذا لا تهبوا للدفاع عن إخوانكم بأي شيء؟ هذا مغزى سؤالي لو سمحت. يعني هذا صحيح، هنالك بعض الدول التي هي لديها علاقات من تحت الطاولة مع إسرائيل للأسف الشديد أقول، لكن من المفترض أن يكون للعمق العربي ولمنظمة التعاون الإسلامي وللجامعة الدول العربية التي أنا أراها اليوم هي تقف موقف المخزي والمعيب إلى جانب المجتمع الدولي في دعم القضية الفلسطينية وأزمة لبنان في هذه الأيام. والمشكلة الأساسية التي نحن نعيشها اليوم، أعتقد بأننا في هذه المرحلة وبعد موضوع الانتهاكات والخروقات التي ذهبت إليها إسرائيل بتفجير أجهزة البيكر ووسائل الاتصال اللبنانية، هي قد أرسلت رسائل سلبية لجميع دول المنطقة، وأصبح هنالك ريب وشك من العلاقات ما بين تلك الدول التي لديها من تحت الطاولة علاقات مشتركة مع إسرائيل، وفي حال إن كان هنالك أي نوع من تصدع تلك العلاقات ربما سوف يعاد مثل هكذا سيناريو على تلك الدولة. أكو مكونات سياسية بالعراق أتى علاقات مع الكيان الصهيوني تحت الطاولة؟ يعني لحد هذه اللحظة يعني من المفترض أن يكون لأجهزة أجهزة الأمن العراقية والقضاء العراقي وجهاز المخابرات العراقي والأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الاستخبارات الأمن الحشد وإلى آخره دور كبير في تضافر الجهود لمعرفة إن كان هنالك بعض الجهات الداعمة لمثل هذا الموضوع، وخصوصا بأننا اليوم نرى بأن تمكين السيادة العراقية إحدى عوامل ومعرقلات والتحديات التي يمر بها العراق هو أنه لا توجد هنالك إمكانية للذهاب لهذا الموضوع، بسبب بأن أحد المحاور التي تقف باتجاه عدم تمكين السيادة العراقية هي إسرائيل من خلال العلاقات الموجودة ما بين الدول الإقليمية. ولكن دكتور عمر في مثل هذا اليوم 25/9 العراق بلدا موحد لكن ضعيف. تتذكر في يوم 25/9 قبل أعوام أقليم كردستان حاول الانفصال، شفنا أعلام الكيان الصهيوني في شوارع الأقليم، يعني أنا هذا شفته كمتلقي. البروباغاندا الإعلامية دائما تذهب إلى أن يكون هنالك تضخيم لبعض الأحداث حتى وإن كان هنالك أحداث فردية. أنا لا أقول بأن مثل هذا الموضوع هو أمر ربما يكون مفتعل وربما يكون هو لأجل إرسال إشارات سلبية أو مسجات مع ما بين المركز والإقليم أو مع بقية دول الجوار، على اعتبار دكتور بأننا مؤتمر التطبيع اللي صار بالإقليم كان واضح. نعم إذا سمحتي لي أحب فقط أن أوضح فكرة مهمة. طيب. بسبب العلاقات الغير متوازنة ما بين بغداد وأربيل والثقة المعدومة تقريبا ما بين الطرفين، أدى إلى أن يكون هنالك أسلحة مختلفة في المساومات السياسية تلعب بعض الأحيان من أجل كسب المكتسبات. ضرورة توحيد الخطاب السياسي وضرورة توحيد الرأى ما بين الجهتين بين المركز والإقليم يؤدي إلى كبح وفرملة مثل هذه التصرفات التي هي من واجب الحكومة المركزية وواجب حكومة الإقليم أن تضرب بيد من حديد على كل من يحاول الذهاب إلى إرسال رسالات سلبية بشأن التطبيع أو محاولات الذهاب لمثل هذا المفهوم. دكتور حيدر، طبعا رح أرجع لك سماحة الشيخ، لكن فقط أتوجه بسؤال للدكتور حيدر، توحيد الخطاب السياسي هل اليوم متوحد فيما يتعلق بلبنان والقضايا المصيرية؟ لو اليوم أكو انشقاق، يعني إذا نحكي على مستوى العراق نجد أنه بصراحة كل الفعاليات
السياسية ما عدا الأخوة في إقليم كردستان، قيادات سياسية ما كان، ما شفت موقف صراحة، وهذا ولا إدانة مؤسف. ولا أي شيء، ما شفت موقف. صدرت بعض النواب للأمانة أدانوا، بالمناسبة أكو شيء، مجتمع الكردي مجتمع متدين، مو مثل ما يتم تصويره أو جزئيات منه، لأنه وأغلبيته يناصر القضية الفلسطينية، لأنه البيئة الاجتماعية الحاضنة هي بيئة متصوفة متدينة بعيدة عن التطرف، بعيدة عن لكنه تعرفين حضرتك أحيانا السياسات والسلوكيات الحزبية في بيئة جغرافية معينة تمنع. يعني حضرتك مواطن كردي اليوم تريد تقول لي أنه المواطنين ما يقدرون يخرجوا لهم بتظاهرة؟ مو بكل الأماكن ما يقدرون، إذا ما يأخذون أماكن ما يقدرون، إذا ما يأخذون موافقة، يعني شفنا أنه أكو تباين فرضا في السليمانية يقدرون يطلعون براحتهم، بس بأربيل لا، لازم موافقات ولازم. ليش ما طلعوا بسليمانية؟ بالمنابر يعني بالجوامع أنا أسمع في خطب الجمعة يتحدثون، أما كتظاهرة يعني حتى بعض البلدان العربية بالمناسبة، يعني الأردن بعد صلاة كل جمعة يطلعون بتظاهرات كبيرة حاشدة ويعني ينددون، حتى أفضل من بقية الدول، لا طعم لا لون لا رائحة، أصلاً كل شيء ماكو، بل العكس تجد خطاب قنواتهم الإعلامية قتل معنوي للقضية الفلسطينية ولما يحدث اليوم في لبنان. كردستان وين من هذه المعادلة دكتور؟ يعني هو يحاول انه يقول لك انا ما لي علاقه بما يجري، ماكو منطقه موضوع. حياد انت اذا وقفت على الحياد راح تنصر، وهي هاي المشكله، هذا السؤال كون يجاوبون عنه هم، ليش هذه قضيه انسانيه. طبعا للامانه تحدث بها رئيس الاقليم اكثر مره سيد نشير فان بارزاني في اكثر من خطاب، كان له حديث ورفض حتى خارج حدود الاقليم، يعني شفته في مؤتمرات خارجية كان يتحدث عن قضية الفلسطينية حتى في بغداد عندما يحضر في ندوات ومؤتمرات، وباعتبار أنه رئيس الإقليم هو يمثل الإقليم، ولكن بعض الأطراف عندها علاقات تخشى على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما أريد أذكر اسمها، ليش لمح لي إلها؟ معروفة يعني معروفة، يعني معروفة بالإقليم، بالمناسبة التلميح أبلغ من التصريح. هسه اليوم الإشارة هي إمارة. خلي أحكي لك إياها بصراحة. نعم. الشارع يشكل على الموقف السني، يقول الموقف السني خذوه. مو كل الموقف. اليوم شفت أكو مؤتمر صحفي كان طالع به السيد رئيس ديوان الوقف السني. نعم. الأخ مثنى السامرائي. زين. يجمعون مساعدات ويدعون إلى فتح أبواب يعني الجوامع لأجل جمع المساعدات للأمانة. بس مو كل الطيف السياسي. ليش؟ عندهم علاقات يخافون. عندهم علاقات بالكيان؟ عندهم علاقات غير مباشرة قد تكون بالكيان، بواسطات، واسطة الفيض، ملامس، نسميه ملامس. عذرا أنا أعبر عن الكيان بالنجاسة، وهؤلاء ملامسين للنجاسة. وين الحكومة؟ لأنه الكيان عين نجاسة وهؤلاء ملامسين للنجاسة. الحكومة وين عنهم؟ الحكومة أكو قانون، عندنا قانون تجريم بعد. عندنا وياهم صحيح. إيه بس الحكومة ما تستطيع أن تجبر كيانات سياسية على أن تصدر بيانات. شلون تتحالف وياهم؟ شلون تقعد وياهم على طاولة؟ واقع حال، أنت هذا كيان سياسي موجود في الواقع السياسي، ما تقدر ترفضه أو ما تقدر تلفظه. أولاً ابتداءً عانينا الأمرين، أنا ما أريد أرجع لذاك الخطاب. هذا تناقض، لأنه أنت من باب هذا جهاد في سبيل الله، ولازم أنت تتخلص منهم بالكلمة بالموقف بالدعم. من باب آخر تقعد وياهم تقول لأنه ما عندي حال. رسول الله صلى الله عليه وآله جلس مع الكفار في صلح الحديبية. أنا ما أقول هؤلاء كفار، أبناء بلدنا لهم وجهة نظر، ولكن بنفس الوقت من يثبت عليه عنده تعامل وتعاون مع عين النجاسة الكيان الصهيوني، هذا يجب أن يبعد نهائيا، لا بل يحاسب قانونيا. وكذلك الإمام الحسن صالح مع معاوية الذي ذكرتي في مقدمتك. أحيانا الظروف إحنا لا نستطيع، ليس كل شيء بيدك. قد يكون الحديث عن الأغلبية السياسية الشيعية، نعم أغلبية سياسية، لكن قرار مو ذات أغلبية سياسية، يجب أن يكون بالمناصفة وبالمشاركة وبالمدارات وبالمراعاة، كل هذه. لا شلون يستضعفنا الغربي؟ شلون تمكن ما مستضعفنا؟ شلون استضعفنا؟ إذا كانت كلمتنا واحدة استضعفنا بهذه القضية.
استضعفنا. احكي لك اياها بصراحه. نعم. صارت القضيه الفلسطينيه ومحور المقاومه منسوب للشيعة بطريقه او باخرى. شرف لا بعده شرف. بس هذا مو ورفعة صحيح. لذلك التاريخ يسجل. نعم. في هذه اللحظات الزمنيه التاريخيه اللي يسجل بها انه الشيعة الذين وقفوا وكسروا هيبة الكيان الصهيوني والمتحالفين معه في وقطع زمني تاريخي عندما رفع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه شعار القدس ووضع يوم لهذا اليوم، أراد الكيان الصهيوني أن يجعل القضية قضية عربية بحتة يبعدها عن الجانب الإسلامي، بل جاء الإمام الخميني جعلها قضية إسلامية يعنى بها الجميع. حركة حماس سنة لو شيعة؟ سنة، لكنهم مقاومين شرفاء مجاهدين. ليش يحسبون على شيعة؟ العالم تخلى عنهم باعتبارهم يقولون نعم للإمام الخامنئي. ولذلك من قال من جميع العرب الذين تخلوا عنهم تفضلوا؟ ما هم قالوا، قال خالد مشعل قبل فترة بلقاء أعتقد إحدى القنوات العربية يمكن الجزيرة أو غيرها، قال لو ذهبنا وطرقنا الأبواب ولكن جعلوا لنا محددات وخارطة لا نرتضيها على أنفسنا، تتري طبع روح طبع، إحنا أهل الميدان، نحن القادة. طيب. مو مثل هذا اللي قاعد يعني نايم متأخر وقاعد من النوم يفكر ليش إيران ما تتدخل مثلا. طبعا هاي النغمة كنت ألاحظها بعض القنوات بعض الإعلاميين، إيران وين؟ راح أرجع لك على هذا الموضوع. فقط أتوجه بسؤال لسماحة الشيخ، كان عندك تعقيب حول التطبيع وحول هذه النقاط، تفضل حضرتك لك الوقت. يعني أتصور أنه الطيف السياسي في العراق بمجمل الطيف السياسي بأكثر من يعني بأكثر من جهة معينة لها علاقات ليست هي يعني هي اليوم، وإنما علاقات قديمة. وإلا أنا أذكر مثلا اللقاء لمحمود عثمان مثلا، نعم، اللي هو كان أحد الشخصيات الكردية البارزة، هو يقول يعني إحنا في أيام قديمة، وبتصريح كان وفي لقاء يمكن أتصور في كان يمكن في جريدة القدس اللندنية تصور، وكان اللقاء وموجود اللقاء. نعم. وهو يثبت فيه يقول احنا انا ومصطفى البرزاني في ذاك الوقت رحنا وزرنا اسرائيل، تصور كانت زيارة في ايام يمكن الستينات او السبعينات، ويتحدث عن تفاصيل الزيارة. فاذا بالنتيجة المسألة مو جديدة، يعني قبل يمكن اكثر من شهرين او ثلاثة طلع احد السياسيين المعروفين والبارزين وتحدث عن وجود الموساد ووجود الاجهزة المخابرات الإسرائيلية في العراق وبالشكل المفصل. إذا شفتوا اللقاء موجود، لكن دائما الموقف الرسمي للأقليم في هذا الموضوع. هسا أنا ما إذا أقول تصريح من شخصية مثل محمود عثمان، يعني ما أتصور هذا مو تصريح رسمي أولا، هذا واحد. اثنين، لما شفنا مثلا بعض المؤتمرات التي جرت مثلا في أربيل مثل مؤتمر التطبيع اللي صار مثلا، ما أتصور هذا مؤتمر دكتور قليس، مظاهرات ما يطلعون إلا بتصريحات من الدولة، مؤتمر يدعون ناس ومن خارج البلاد ومؤتمر يعني، وهل الترتيبات الأمنية والاستعدادات والوضع وكذا. ما ندري شنو أهداف المؤتمر. أدري هسه احنا ما ندري، هي مظاهرات لازم ياخذ بها موافقة، مؤتمر قدش كبرى ما يدرون به الموضوع. أنا أتصور الموضوع هي عملية جس النبض في الشارع، وبعض القوى يمكن اللي الآن الموجودة ما عندها هواي مشكلة في التطبيع مع إسرائيل، بل المسألة عندها الطبيعية من النتيجة هو يعتقد أنه عملية جلب المصالح لا تتم إلا عن هذا الطريق. فشو المشكلة إذا سويناها؟ أولا خلي أنا أبحث عن مصالح الشخصية، إذا كان تثبيت وجودي وتثبيت وضعي، ما هو قبل أيام حطوا إيدهم بيد القاعدة والناس ما عندها مشكلة ويا المنصات وسموهم دول المنتفضين العشائر ومسألة طبيعية. هذول مجاهدين كانت غلطة بسبب تصرفات الحكومة العراقية والمكون الشيعي، وبعدين دفعوا ثمنها غالي. وين المجاهدين؟ وين يجاهدون؟ يجاهدون بالعراق. وين علي على حكومة على جيش المالك؟ هذا أنا حسب أقول البداية ما كانت صحيح. حسب جيش قالوا ظلمونا سياسيا، هم مشوا دورنا فاستقبلوا بعض. وهذا ذنب لا يغتفر، ودفعوا دفع المجتمع الثمن. هم أول من دفع ثمن. يعني هل من الممكن صحيح. أنا اليوم حتى يعني أجلب مصالحي أتحالف مع الشيطان؟ ما بالنتيجة صارت. ما ممكن. هي تاريخيا صارت. هل صارت؟ من الممكن أن تصير مع الكيان الصهيوني؟ والله أتصور تصير وزيادة، لأن حسب التصريحات اللي جاء أسمعها أكثر من قوة سياسية الآن موجودة
ما هو هسه أنا مو قلت قبل يوم قبل فترة قليلة يعني اللي طلع محمود المشهداني يتحدث عن تفاصيل بلقاء متلفز ويقول أنا كنت أشوفهم الموجودين في الفندق الفلاني وموجودين في وسط بغداد الموساد الإسرائيلية موجودة هو يتحدث مو أنا. سمعت الشيخ وين الحكومة؟ الحكومة وموعتها قانون وين ليش مدة؟ هسه جديدة. أي. يعني لا الجديدة ولا اللي ولا القديمة اللي تمتلك. ليش الجديدة ولا القديمة؟ أقول لا كل يعني لا نتصور المسألة وردية بهالشكل هذا وكأنه كل خطأ يجب أن يحاسب على أصحابه وكذا لا يعني اليوم مو المسألة بهالشكل دخول هذا. دخول داعش من الممكن أن يكون كدخول الكيان في العراق هسه بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. أنا أقول لا يعني بطريقة داعش لا نصورها لأن داعش كانت عبارة عن يعني منظمة إرهابية ودخلت بطريقة يعني هي غير رسمية. لم تدخل داعش لولا الأحضان التي كانت موجودة في العراق. إسرائيل أتصور الكيان الصهيوني ممكن أنه يستعمل حرب بديلة وممكن أن يجيب بدائل مثل داعش وأمثالها. ممكن هؤلاء يحركهم وبالنتيجة ممكن محركات الكيان مثل داعش وعلى غرار داعش. تتوقع أن يكرر هذا السيناريو؟ والله أتصور لأنه يعني شوف اليوم إذا نجي نستقرأ الوضع السياسي هو وين يصير أكثر المشاكل وين في المناطق الرخوة لا يمكن أن تتم في المناطق المستقرة اليوم المنطقة وين المناطق الرخوة اللي فيها العراق وسوريا وشوية من لبنان فبالنتيجة من المحتمل جدا أنه راح ينشطون هاي التنظيمات الإرهابية مرة أخرى حتى بالنتيجة عملية إشغال للوضع إشغالهم بداعش حتى يشغلون عن الكيان الصهيوني ومسألة طبيعية تصور طيب راح يسوي. دكتور عمر سمعت ما تفضل به ضيف الكريم يعني من الممكن جدا أن يكون هنالك تحالف مع الكيان لأنه بالفعل صارت لو نراجع التاريخ يعني سابقا راح نشوف أكو كان تعاون مع مجموعة إرهابية وما يسمى بمنصات المجاهدين وشفنا قادمون يا بغداد وكل هذه السيناريوهات من الممكن أن نشوف أنه بعض الجهات السياسية تتعاون مع الكيان أو أشياء ربما محركات الكيان الصهيوني لو هذا السيناريو انتهى يعني ربما أنا أختلف مع الشيخ حيدر المحترم بهذه الجزئية وأنا أتكلم بموضوعية تامة وأقول بأن التعلم الدرس هو من أهم الأولويات التي تحذر الجميع من الوقوع بالمطبات لذلك من المستبعد جدا أن يكون مثل هذا الموضوع لأنها ورقة خاسرة وسوف تلاقي يعني رفض كبير وهذا هو الانتحار السياسي بعينه لكن تعقيبا على جزئية مهمة قد ذكرها دكتور حيدر البرزنتشي بما يتعلق برفض إقليم كردستان أو السيد البرزاني دينشربان برزاني يعني للاعتداءات وإلى آخره على يعني على حماس أو على غزة أنا أعتقد بأنه كنا في المؤتمر السليمانية أنا وجناب الكريم وكان هنالك يعني استغراب حقيقي من قبل السيد من قبل الجميع على ما تفضل به السيد نجيرفان بارزاني بخصوص موقف الإقليم من موضوع غزة وقد قال بنفسه بأنهم يدينون الاعتداءات الفلسطينية على إسرائيل هذا أمر خطير جدا وكان من المفترض أن يكون هنالك نقطة تحول حقيقية بعد هذا الخطاب من أجل أن يكون هنالك توضيح للرؤى ما بين بغداد وأربيل أعتقد أننا اليوم بدأنا ندور في حلقة مفرغة وإذا استمرت المهاترات السياسية تفرض نفسها بقوة على أرض الواقع فلن يكون هنالك رؤية مشتركة لما سوف نلاقيه من التسونامي ربما في الأيام المقبلة إذا ما استمر إذا استمرت إسرائيل بعملية التصعيد دون الذهاب إلى خلق إسفنجة سياسية أو قناة لتصريف الضغط الناتج عن هذه الأزمة طيب نوع السونامي شنو هو؟ كل شيء هو متوقع حقيقة كل شيء هو وارد وخصوصا بعد أن لوحت إسرائيل بأنها ربما سوف تضطر للذهاب إلى عملية برية لاجتياح لبنان وهذا سوف يؤدي إلى استنفار حقيقي من قبل دكتور فصائل عمر المقاومة صالهم لأجل صالهم الرد على هذا الموضوع بهذا الموضوع وهم بالفعل حاولوا لكن يعني باءوا بفشل كبير يعني لو جينا للمعادلات العسكرية شوف دخول الكيان والاجتياح البري مستحيل المفاضلة للولايات المتحدة وللكيان عبر الجو فقط فهذا السيناريو شوفه مستبعد لو لا يعني حسب
وفق حسابات الحقل والبيدر ووفق نظرية السبب والنتيجة cause and effect هنالك متغيرات سياسية لحظية وكلها تذهب باتجاه أن يكون خفض التصعيد من جانب ومن جانب آخر مساومات وهنالك عملية تفاوض ربما تكون على حساب أكو أراضي عراقية أو جهة سياسية من الممكن أن تسمح للكيان باجتياح بعض المناطق العراقية؟ يعني ومن يعطي هذا التخويل لاجتياح تلك الأراضي العراقية؟ وما يعني هو دور القوات الأمنية الكيان؟ وهل سوف يكون هنالك رد من قبل تلك الأطراف السياسية التي ربما سوف تعطي هذا الموضوع ومن خولها بهذا الشيء؟ هنالك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بالنسبة للعراق. أعتقد بأن القضية الفلسطينية وأمن الحدود وخصوصا بمسألة إسرائيل وتعاون العلاقات وترطيب العلاقات ما بين الطرفين هو أمر مرفوض للغاية من قبل المجتمع العراقي أولا على اعتبار بأن الطبيعة الفطرية العراقية هي ترفض بالمطلق هذا المفهوم وسيما بأن حتى وإن كان هنالك لكن دكتور هنالك عمر علاقات دكتور من تحت عمر الطاولة احنا شفنا داعش شفنا الشيشاني والمغربي والروسي وشفنا البعض كان مرحب به للغاية هسه بعدين دفعوا الثمن أنا أتفق وياك بهذه النقطة قالوا أنه تم التغرير بنا أتفق وياك بهذه النقطة لكن هل من الممكن أنه نشوف حواضن يغرر بعقلها ويقول عدوكم الأول إيران يا بتر مو الكيان الصهيوني هل من الممكن نشوف هيك سيناريو سيدتي الكريمة هذا السيناريو كما سبقت لك هو وإن كان هو ربما يكون مطروح على أرض الواقع فالمعطيات والأرقام هي من تلعب دور بهذا الشيء سيما بأن عدد الإرهابيين أو عدد داعش عناصر داعش الموجودين في العراق هو لا يتجاوز بين 300 إلى 400 عنصر وفق الإحصاءات الرسمية من قبل الأجهزة الأمنية بينما في سوريا نعم أنا أقول لك الأمور مختلف تماما والبيئة والحواضن هي تكون عادة أنا مدى أتحدث عن الأعداد ربما فكرة جديدة تتبناها بعض الحواضن في العراق أنا هذا اللي المغزى من سؤالي الأفكار هي دائما تنسج ولكن ما هي الطريقة المثلى بالنسبة للجهة التي تذهب بتطبيق هذه الفكرة هل سوف تكون محلية أم تكون إقليمية لأجل تحريك الأذرع في الداخل خصوصا بأننا نشهد بأن هنالك مراكز think tanks في منطقة الشرق الأوسط أو في الولايات المتحدة تذهب دائما إلى رسم السياسة الخارجية لواشنطن ولإسرائيل ولكل دول المنطقة نعم. هذا الذي يدعم الفكرة التي ذهبت إليها جنابكم الكريم في ظل وجود انخفاض أو ارتفاع بمنسوب الوعي المجتمعي الذي يؤدي بنهاية الأمر إلى تقبل مثل هذه الفكرة من عدمها دكتور حيدر كان عندك تعقيب على ما تفضل به الدكتور عمر يعني ابتداء عن قضية العمليات البرية أقول لو كان لبان زين وتلقن الكيان دروس عديدة وصدعات على مر مراحل متعددة من حرب 2000 إلى 2006 إلى ثمانينات القرن الماضي أبناء حزب الله المقاومة الإسلامية في لبنان لقنوا الكيان الصهيوني درسا لن ينساه لكن قال لك المعطيات ربما لا توجد معطيات غزة عجزوا عنها فعن غيرها عاجزين غزة مع عدم وجود القدرة النارية والعددية والخبرة والكفاءة في التعاطي والتعامل مع المتغيرات نتحدث عن حزب الله 2006 واليوم 2024 إمكانات بنى تحتية تطوير سياسة صدع وردع كانت إسرائيل تقول أنا سأدخل إلى لبنان وتجتاح وتصل إلى بيروت كان ورقة الإعلام والضغط الإعلامي هذا القتل اليوم المعنوي اليوم أنت عندك موجة حرب نفسية تشير إلى خسائر حزب الله لكن بالمقابل تظلل لك ما جرى في الكيان الصهيوني نتحدث عن المتصهينين هذا عامل مهم جدا في الحرب طبعا الدونيين من العراقيين والمتصهينين العرب والمتسافلين نفسيا وإخلاقيا وعقائديا
وإنسانيا. هؤلاء مجموعة أفراد ينتشرون في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا قرأت أحد التغريدات، لماذا لا يستسلم سماحة السيد حسن نصر الله ويترك الموضوع لجد الإمام المهدي عليه السلام؟ لا شوف، هذه ما أنا قلت، هذا القتل المعنوي، هذا الانهزام. أن تكون منهزما شيء وجاهلا هذا شيء آخر، أن تكون متصهينا أمر مختلف، حكمه يختلف. يعني بمعنى هناك من يطبل أو غير واعي، عند منسوب الوعي متدني، فيتصور بمشاعر الإنسانية أنه خلص يا سيد خليها الحرب إلى أن يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهو من يقوم بها. وإحنا نظل مكفخة يعني طول هذه السنين، هو هذا الغباء اللي يتحدث عنه، هاي الدونية اللي يعني يتحدث عنه. يعني اليوم الكيان الصهيوني ماكو آلة قتل ما استخدمها بحق. هو خلي يتحدثون عن ما يجري في الداخل الكيان قبل أن نتحدث ما يجري في لبنان. مو هي الغاية والهدف شنو؟ الحرب الإعلامية الناعمة، هذه هي غاية الكيان، أن توجه السهام من الداخل. هناك صناعة، صناعة بعض الفضائيات، صناعة بعض الإعلاميين، صناعة بعض الفاشنستات وزيادة متابعيهم، ومتابعين طبعا أغلبهم غير حقيقي يوصل للملايين، وأغلبهم حقيقي. وقد يكون تسألني شون، رح أقول لك إذا شفت فاشنستا بالشارع تلقى الآلاف ملتمين. هذا من وين الخلل؟ من وين الخلل؟ أنا تقول لي جنابك، أولا ترك الحابل على الغارب. زين، يفترض هؤلاء أبنائنا توعيتهم واجب، وهذه التوعية لا تناط بشخص، كل الكيانات السياسية مسؤولة، كل الفعاليات والمنظمات المجتمعية مسؤولة، الجامعات تشتغل. كذلك مسؤولة. ليش أكو برنامج تافه يروج لأفكار سلبية شوف له إلى 1000 متابع وما شاء الله ما تارك احد بحاله، يوميه هو نظام التفاهه. ليش الناس يقيموا هذه اكو يا سيدتي العزيزه بينا. بعد الاحتلال انا قلت خلل بنيوي اكو، هذا منو يتحمل المسؤوليه؟ الكل متحمل مسؤوليه، الكل مساءل امام الله، قفوهم انهم مسؤولون. ما عنده استعداد يصرف له مبلغ من المال اللي يصرفه على اطفاله مثلا، او على ملذاته او على سفراته، حتى يصرفه في توعيه الشباب، ينشئ لهم مراكز دراسات حقيقية تستطيع أن تنمي. يردون يدرسون، يردون يشبعون ويلقون وظائف. جيد، عمل إجا برنامج آيلب أخذ الشباب. إيه، لأنه الشباب عندهم فراغ. إجتي السفيرة الأمريكية أنشأت لهم شيء هنا في بغداد. حلفك بالله لو الشاب بالله ما عنده وقت فراغ يروح يلتجئ لهاي الأمور؟ هو أنا اللي لما هو قاعد هو هذا نوع من أنواع الاحتلال، بعد ما يحتاجون يجيبون قوات عسكرية. إحنا ويوجود. نتحمل مسؤولية طبعا، أنا أقول الكل يتحمل مسؤولية، والمؤسسة الدينية أيضا تتحمل أقول مسؤولية. أقول للدونيين هؤلاء اللي أنا جاي ألاحظهم، خصوصا بعض العراقيين أو المتعقرقين إذا صح التعبير، لأنهم بالأصل هؤلاء مو عراقيين، عراقي شهم نشمي، ابن كربلاء، ابن النجف، ابن الأنبار، ابن السليمانية، ابن أربيل، هؤلاء كلهم لديهم مواقف حقيقة نفتخر بها من أقصى العراق إلى أقصى. خطابنا لهؤلاء الدونيين، هؤلاء اللي خصوصا بعض البلدان العربية الغربية العربية الكذا اللي عندهم إنكم، يعني هذه إعلانات مدفوعة الثمن مو بلاش، حاولون يضبطون المعنويات، يشككون بما يحصل، يصنعون روايات، ينسجون تهيؤات، يشكلون ذباب إلكتروني، هذه كلها أموال تدفع. طيب ليش؟ لأنه لو مركزين على ما يحصل في داخل الكيان الصهيوني، مطارات عطلت، ميناء إيلايت تحترق، صحيح؟ تحت النار، صحيح. الطائرات الكيان الصهيوني تنطلق وتقلع من اليونان وترجع إلى اليونان، شنو غايتهم؟ غايتهم وهدفهم هو القتل المعنوي والمشاركة في الحرب على المسلمين وقتل أطفال غزة. أنا أعتقد هؤلاء مشاركين بالمناسبة. هو ساكت وبالتالي عن الحق شيطان أخرس. أنا أوجه رسالة. في زيارة عاشوراء شو نقول؟ نقول سمع بذلك فرضيا. نعم، أنا أقول يعني رسالة. يرضى عن هذا هو مشارك بالموضوع. رسالتي إلى الإعلام العراقي الحر. طيب. إلى جميع الفضائيات، إلى القضاء العراقي النزيه الشجاع، كل من يروج أو يشكك يجب أن يتم تحريك دعوة قضائية من قبل المدعي العام أو من قبل الأخوة المحامين الفريق الشريف حتى تلجم هؤلاء الأفواه بالقانون. طيب. ليش؟ لأنهم هؤلاء ضرار كالمنافقين في زمن رسول الله. وضحت الفكرة. طيب
سماحة الشيخ، المؤسسة الدينية ربما تتحمل مسؤولية كبيرة، اليوم خطابكم بمؤازرة محور المقاومة وتقديم الإغاثة، المقاومة بالكلمة، بالشعور، بالدعاء لنصرة أخواننا المستضعفين، هل بالفعل من الممكن أن يتحقق على أرض الواقع؟ يعني أنا اليوم شفت حالات كثيرة متعاطفين مع غزة، متعاطفين مع لبنان، لكن هل هذا كافي؟ يعني ابتداء امتثالا لأمر سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف، وامتثالا لهذا يعني الفطرة الإنسانية التي توجهنا باتجاه القضية الفلسطينية والشعب اللبناني، تلاحظون بأنه الحركة الآن في العراق، أنا لاحظت يعني يعني حاولت أن أسوي سيرش على كل تقريبا في المحافظات العراق، شفت أن هناك نهضة كاملة شاملة باتجاه جمع مساعدات، جمع تبرعات، بعضهم الآن كان حديثهم الآن لا إحنا لن نتوقف عند ذلك، بل نطالب مثلا الآن السيد الثاني ونطالب المرجعية أن توجه بعد خطاب أقوى من ذلك، فلندافع فلنقاتل فلنذهب إلى لبنان. نحن من خلال متابعتك، هل رأيت أن موضوع التبرعات يتعلق فقط بالمناطق الشيعية؟ لليوم أكو مناطق سنية جاي تتبرع. أنا بصراحة ما شفت مناطق سنية واضحة، بس أتصور مثل ما قال الدكتور، يعني أتصور كل العراقيين متعاطفين مع الـ مع الـ مع شعوبنا، كل العراقيين. الدكتور قال نجرفان بارزاني أدان الغارات الصهيونية، وبالتالي طلع أدان الغارات الفلسطينية كما سماها، يعني ربما عندك لبس بالمعلومة، لأنه الدكتور عمر إيش قال؟ قال لا، نجرفان بارزاني بالمؤتمر اللي حضره وياه قال ندين الغارات والاعتداءات الفلسطينية على الكيان، مو بالعكس. لا 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 بالعكس، لا لا استاذ عمر اكد هاي المعلومه، اكد هذه المعلومه. انا اعرف اللغه الكرديه ابتداء. انت كردي بعد؟ طيب الامر الاخر، الرجل انا يعني بالمناسبه يعني في حديث مباشر، طيب انتوا يا اخوان جزء من الكيان الدوله العراقيه، مواقفكم يجب أن تكون منسجمة مع مواقفنا. صحيح، أنا أتفق وياك، لكن هذا هم يتعارض مع ما موجود من قواعد صهيونية. تدرين شنو المشكلة؟ نعم. وقلت له أن هناك حديث عن وجود قواعد صهيونية في أربيل. إيه باختصار. عندما كان السيد رضوان الله تعالى عليه حاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. طيب. عندما كانوا يقولون يأتون قلهم يا أخوان نأخذ بيدكم. طيب. ونفتر. بالمناسبة أكو حادثة جدا مهمة، لو سمحت الشيخ بدقيقة. وقت هذا دقيقة إذا تعطى الوقت لدكتور على المساعدات. نعم. أنا كنت أيام داعش عندما دخل إلى المناطق. طيب. الغربية، كل الأكراد في السليمانية وفي أربيل، أنا أتحدث عن المشترك الإنساني والمشترك الديني. بس باختصار جمعوا كم كبير من المواد الغذائية في حسينية السيد الحكيم. طبعا كان مأوى وملجأ. طيب. للإخوان. سمحت الشيخ، سمحت الشيخ، بأقل من 15 ثانية، النصر قريب إن شاء الله؟ سألني أحدهم قال شفت السيد حسن نصر الله خطية، والموقف يعني حاولوا طبعا الإعلام يصور أنه يعني أنه السيد يعني في لحظات الوحدة وكذا. نعم. قلت لهم السيد سيد حسن نصر الله ابن المعركة وهو مقاتل شرس. نعم. وليست هي المرة الأولى، وأتصور سوف يخرج منتصرا إن شاء الله. دكتور عمر، بثانية تتوقع النصر سيكون قريب لو لا؟ بثانية يعني ما ممكن أنه اختصر الموضوع بثانية حقيقة. يعني النصر قريب لو لا؟ يعني هو يعتمد على أن يعني المعادلة، نظرية المعادلة، إذا كان هنا الموضوع هو لا يتعلق فقط بنعم أو لا، الموضوع فضفاض. معطيات المعادلة لصالح المقاومة أو لصالح العدو؟ إذا كان هنالك تضافر جهود حقيقية ومركزية كما اعتدناها من قبل فصائل المقاومة، والتي كان لها دور في ردع الاعتداءات الإسرائيلية، أنا أعتقد بأنه سوف يكون هنالك نصر في هذا. النصر واقع وحتمي، وسجليها علي في هذا البرنامج وفي هذه الأوقات، سينتصر محور المقاومة وسينكسر الصهاينة إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. حتما كما قال السيد الخامنائي اليوم. رئيس مؤسسة نارامسي للحوار والتنمية الدكتور حيدر البرزنشي، حياك الله. شكرا جزيلا. الله الباحث في الشأن السياسي الإسلامي، عفوا الشيخ حيدر الشمري، حياك الله. شكرا جزيلا. الباحث في الشأن السياسي الدكتور عمر الناصر، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. قبل أن ننتقل لموجزنا الخبري، خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس حول آخر الأخبار فيما يتعلق بمعارك لبنان، لنتابع.
والآن ننتقل إلى الموجز الخبري. وزارة الداخلية تعلن إصدار المحاكم أكثر من 100 حكم إعدام و300 مؤبد بتهمة المتاجرة بالمخدرات. وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد تقرير مفصل بشأن العقارات المملوكة للدولة. وزير الإعمار والإسكان يعلن إدراج مشاريع للماء وتطوير الطرق في كربلاء المقدسة. التجارة تعلن عن إطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية للمواطنين وفئة الرعاية الاجتماعية خلال أسبوع. مجلس القضاء الأعلى يعلن تفعيل الخدمات الإلكترونية في رئاسات المحاكم الاستئنافية. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.